سعيد جدا. وانت كمان وحشتني قوي يا مراد، كلكم وحشتوني قوي. لا بس انت وحشتيني انا اكتر واحد فيهم. انا بس صعب عليا قوي ان انا ارجع الاوتيل ما الاقيش بابي موجود. الله يرحمه. الوضع صعب علينا كلنا، بس ما هو للاسف هي دي سنه الحياه. عارفه. هو بقول لنفسي كده طول الوقت. بس فكره ان انا ما ودعتوش قبل ما يسيبنا وجعاني شويه. انت عارف انا كنت عايز اجيلك لندن علشان اكون جنبك وابلغك الخبر بنفسي، بس كان صعب جدا ان انا اسيب الاوتيل ومامتك واختك في الظروف دي. انا لسه مش عارفه هي ليه ماما كانت عايزاني ارجع بسرعه كده، ده انا لسه مخلصه امتحاناتي ما بقاليش يومين. اكيد هتقولك. المهم دلوقتي ان انت رجعتي، علشان الدنيا من غيرك هنا ملهاش اي طعم. ادخل. الفستان يا هنا. كل ده انا طالبه بقى لي ساعه. هو فعلا اتاخر، بس انا فضلت قاعده على ايديهم. خلاص انت هتحكي لي قصه حياتك. حطيها على السرير وروحي شوفي شغلك. نازلي وصلت.